بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشرة كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة تمنى ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. مشروع النهارده اعزائي المشاهدين وهو عن صناعه المواسير البلاستيك، وده بيعتبر من المشاريع الاستثماريه الضخمه المربحه جدا ان شاء الله اللي عليها طلب كبير في السوق العربي خاصه في السوق المصري. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن دراسه جدوى كامله لمشروع تصنيع المواسير البلاستيك من حيث اسعار الماكينات لتصنيع المواسير البلاستيك، وكمان اماكن بيع الماكينات تاجر المواسير او خط سحب المواسير البلاستيك. كمان هنعرض لحضراتكم جميع انواع واسعار المواد الخام المستخدمه في تصنيع المواسير البلاستيك. في كتير من انواع المواسير، لكن احنا النهارده هنشرح لكم تصنيع مواسير البلاستيك نوعيه البولي بروبيلين الاكثر مبيعا وانتشارا في الاسواق العربيه، وكمان سعرها يعتبر سعر قليل، وكمان جودتها جوده ممتازه جدا تتميز بخصائص كتير جدا. نيجي نتكلم في البدايه على مميزات المواسير البلاستيك البولي بروبيلين. في من انواع المواسير البلاستيك زي ما قلت لك، لكن مواسير البلاستيك البولي بروبيلين هي اللي عليها طلب كتير في السوق، وده لانها رقم واحد لا تسمح بالتراكم الداخلي في الماسوره، يعني بيمنع اي صدى او تعفن بسبب الاكسده. الحاجة الثانية من مميزات هذه المواسير انها تتحمل الانخفاض الكبير والارتفاع الكبير ايضا في درجات الحرارة. الحاجة الثالثة، مواسير البولي بروبيلين البلاستيكية متينة جدا. الحاجة الرابعة، لا تؤثر على جودة المياه من حيث الطعم او اللون. الحاجة الخامسة، تتميز بخفة وزنها مقارنة مع خصائصها الكثيرة. الحاجة السادسة من مميزات هذه المواسير، تكلفتها اقل بسبب طريقة التصنيع السهلة جدا والبسيطة. بالنسبة للتجهيزات الاساسية للبيت في هذا المشروع، رقم واحد المساحة. المساحة المطلوبة عشان نبدا في هذا المشروع يجب الا تقل عن 500 متر. الماكينه حتكون زي ما شايفينها حجمها طويل شويه، كمان عندنا المواد الخام والمواد المنتج النهائي، فاحنا محتاجين مساحه لا تقل عن 500 متر. الحاجه الثانيه ودي حاجه مهمه جدا، وهي الكهرباء المطلوبه لتشغيل خط الانتاج. الكهرباء هنا لازم تكون 380 فولت، يعني 3 فاز، ان خط الانتاج قدرته الكهربائيه عاليه شويه. الحاجه الثالثه، التراخيص زي السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والسجل الصناعي، ودي حاجات لازمه لاي تشغيل مشروع صناعي بهذا الحجم. الحاجة الرابعة، دراسة جدوى. طبعا لابد من عمل دراسة جدوى بالتفصيل عشان تبدأ في هذا المشروع. هسيب لك فيش دراسة زي ما قلت لك دراسة جدوى من الشركة المصنعة، ودي دراسة جدوى مهمة جدا، حاول تاخد فكرة عن المشروع عن طريق هذه الدراسة. بالنسبة للعمالة المطلوبة لهذا المشروع، هتحتاج في البداية 4 عمال تشغيل الماكينة، كمان نحتاج إلى مهندس جودة لفحص المنتج وجودته، كمان نحتاج إلى موزعين ومسوقين لتوزيع المنتج الخاص بك على المدن والمناطق والشركات. بالنسبة لأسعار الماكينة، في كتير من الشركات بتقوم بتبيع هذا الخطوط، لكن من الشركات المفضله هي شركه الجبر للصناعات والاعمال، وهذه الشركه هسيب لك في صندوق الوصف ارقام التليفونات الخاصه بهذه الشركه. ومن اهم ما يميز هذه الشركه ان هي بتقوم بارسال فنيين عشان يركب لك خط الانتاج ويدربك عليه مجانا. سعر الخط يبدا من 19500 دولار، والسعر بيتوقف على القدره الانتاجيه لخط الانتاج. الشركه المصنعه عليه الماكينه بتمدك بدراسه جدوى متكامله، سايب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو عشان تطلع عليها. كمان هسيب لك ملف اسعار والارقام الموردين سواء الشركه المصريه او الشركات خارج مصر. بالنسبه لطرق العمل في مشروع النهارده، رقم واحد عندنا طريقتين لتصنيع المواسير البلاستيك، كل طريقه ليها تكلفه مختلفه. الطريقه الاولى وهي الطريقه اللي مش موضوع شرح النهارده، لكن ناخد عنها فكره بسيطه، هي عباره عن مصنع كامل مكون من ماكينه السحب خط انتاج المواسير البلاستيك، وده بيكون مكون من ماكينه حقن لتصنيع الوصلات والاكواع الخاصه بالادوات الصحيه للمواسير، وده بيكون مكون من عده قوالب واشكال للوصلات ومقاسات المواسير. لكن تكلفة المصنع بتكون عالية جدا، تكلفة المصنع الكامل. وانصحك طبعا بالعمل بالطريقة التانية وهي طريقة مشروع النهارده. بالنسبة لي الطريقة التانية وهي اللي احنا بننصح بيها، دي عبارة عن عمل مصنع مكون من خط سحب المواسير اي انتاج المواسير بلاستيك فقط. بعد كده ان شاء الله بتقوم في مرحلة تطوير للمشروع، انك بتشتري ماكينة الحقن، وده لان تكلفة خط السحب الخط انتاج المواسير سعره بيكون اقل بكتير من انشاء مصنع كامل. عشان كده النهارده هنشرح
حضراتكم في هذا الفيديو كل ما يلزم لمشروع تصنيع المواسير بلاستيك من نوعية البولي بروبيلين. بالنسبة لمراحل تصنيع المواسير بلاستيك البولي بروبيلين، الرقم واحد بيتكون خط انتاج المواسير بلاستيك البولي بروبيلين من 7 مراحل، كل مرحلة ليها وظيفة خاصة بها. هنتكلم على المراحل بالتفصيل ووظيفة كل مرحلة من هذا الخط، وهي كالتالي: رقم واحد ماكينة البسخ، ودي بيوجد فيه خط انتاج المواسير بلاستيك البولي بروبيلين، بيوجد فيها 2 ماكينة بسخ. بيتم وضع المادة الخام اللي هي عبارة عن حبيبات البلاستيك البولي بروبيلين في ماكينة البسخ الأولى الرئيسية. بتقوم الماكينة بتسخين الحبيبات من درجة حرارة 230 إلى درجة 250، وماكينة البسخ الفرعية الثانية بيتم وضع فيها أي إضافات زي ألوان أو أي مادة خام مختلفة. الحاجة الثانية من مكونات الخط وهو قالب التشكيل. بتقوم ماكينة البسخ بعد تسخين المادة الخام بضخها في قالب التشكيل، وقالب التشكيل هو اللي بيحدد مقاس الماسورة المطلوبة من العميل، وكل مقاس ماسورة ليه قالب خاص بيه. الحاجة الثالثة خزان معايير الفراغ. بعد ما تخرج المادة الخام على شكل ماسورة من قالب التشكيل، تدخل إلى خزان معايرة الفراغ لضبط المساحة الخالية للماسورة البلاستيك. الحاجة الرابعة خزان التبريد. بعد خروج الماسورة من خزان معايرة الفراغ، تدخل على خزان التبريد بالماء لتبريد المنتج. الحاجة الخامسة جرار لسحب وكتابة المعلومات على الماسورة، وده بعدما يقوم جرار سحب المواسير بسحب المواسير من خزان التبريد. وجرار السحب ممكن تتحكم في حجم أو مقاس المطلوب لسحب الماسورة. بعد كده تدخل على ماكينة الطباعة عشان تدون عليها تاريخ الدفعة وتاريخ الإنتاج واسم المصنع وبلد المنشأ على الماسورة. حاجة السادسة من مكونات خط الإنتاج وهي المنشار الكهربائي. بيقوم المنشار الكهربائي بقطع المواسير على المقاس المطلوب، لكن المقاس المتداول في الأسوار العربية هو 4 متر للماسورة الواحدة. الحاجة السابعة ودي آخر حاجة معانا من مكونات الخط وهي صينية الاستقبال. بعد ما يقوم المنشار الكهربائي بقطع المواسير، تقوم صينية الاستقبال بتلقي المنتج ووضعه على الأرض عشان يقوم العمال بتعبئته وتوزيعه. بالنسبة للمواد الخام المطلوبة لهذا المشروع، عندنا فيه أكثر من نوع من أنواع الخامات البولي بروبيلين، كل نوع ليه استخدام، ومتوسط سعر الطن النهاردة حوالي 2250 دولار. أنواع المواد الخام عندنا: رقم واحد البولي بروبيلين، وده اللي هو البوليمر العشوائي. الحاجة التانية البولي بروبيلين، وده البوليمر المتجانس، ده بيستخدم في المواسير الداخلية في الحوائط. الحاجة التالتة من المواد الخام عندنا البولي إيثيلين. حاجة الرابعة البولي بروبيلين فينيل كلورايد، وده للمواسير الخارجية عن الحوائط. طبعا كل مادة من دول ليها استخدام معين، والشركة المصنعة للخط بيكون عندها المادة الخام متوفرة. نيجي نتكلم على آخر نقطة وهي تسويق مشروع النهاردة. عشان تسوي مشروع النهاردة، عندك في أكتر من مكان مطلوب بشكل كبير في مختلف المناطق والمدن العربية، منها التسويق على محلات تجار الأدوات الصحية، وده بيكون مطلوب فيهم بشكل كبير جدا. كمان التسويق على شركات المقاولات وشركات التشطيبات والشركات العقارية. الحاجة الثالثة ممكن تعمل عروض وهدايا على شراء المنتج الخاص بك، ده بيحفز السباكين وشركات الأدوات الصحية وشركات المقاولات وشركات التشطيبات وشركات العقارية ان هم يطلبوا المنتج منك، ده برضو بيساعدك على انتشار المنتج بشكل كبير. الحاجة الرابعة اللي بعد كده، ممكن تعمل صفحة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وتنشر المنتج بتاعك بجودة كويسة وجودة عالية، ويكون عندك برضو أسعارك بتكون في المتناول عن أسعار السوق. ده كان مشروع النهاردة أعزائي المشاهدين، أتمنى أن يكون نال إعجابكم. لكن لازم قبل ما تبدأ مشروعك، زي ما قلت لك في كل مشروع، تبدأ بتعمل دراسة للطلب والعرض للسوق وتاخد وقتك فيها، مش مشكلة حتى لو خدت وقتك في شهور مفيش مشكلة، لكن أهم حاجة تبقى عارف المشروع بدايته ونهايته إيه، التكاليف الخاصة بالمشروع أرباح المشروع والإيرادات الخاصة بالمشروع. تنزل السوق وتشوف الأسعار المنتج النهائي كام، تسأل على كل ما يتعلق بالمشروع عشان يكون عندك خلفية تامة على التكاليف والإيرادات للمشروع. أتمنى لحظكم في نهاية الفيديو إن شاء الله دوام التوفيق في حياتكم العملية. أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.